عسلامة ومرحبا بكم بحذنا في حلقة جديدة متاع الكوجينة، البرنامج اللي يعاونكم كل مرة في الدبارة. اليوم معايا شيفي مين. شيفي مين مرحبا بك. مرحبا ملاك. احكي لي اليوم مش نعملوا حاجة ثقيلة شوية؟ البارح والبارحة الأولى عملنا حاجة خفيفة هكا سهلين. اليوم مش نعملوا البسبوسة ولا الهريسة ومعها كريم داموند من فوق وموند فيلي وجو به. دونك أكثر من البسبوسة هي اليوم تاكل ترونش وتتكل تاني وتتكا هكا ماشي تزيد تخي بيان. دونك قبل ما ننسيو، دونك بسبوسة وفوقها كريم داموند من فوق، حاجة بنينة ياسر باش نمشي بحذاها. شاف أيمن؟ شاف أيمن؟ أهلا بيك. صباح مليك. الحمد لله. احكي لي اليوم باش نعمل فريتو ميستو كروفيت وخضرة مقلية معها باش نعمل سلطة روكيت. تنجم معناها روكيت، انا اخترت روكيت عربي، معناها تنجم تختار معناها برمي السلطة ايسبرغ ولا هذه السلايت اللي تحب عليها جوست اكونفونيومون مع الفريتو ميستو، شويه حبق شويه طماطم سورتو ماك تعرف ماذا بيك، حاجة خفيفة معناها ما فيهاش ما تكونش معناها رزينة برشا، سورتو كي يبدا عندك ديسير كما كان يحكي يمين توا لازمكم وا فوالا لازمكم وا تختار حاجه خفيفه شويه. وباش نعمل بولي ديافولا اللي هو بولي بيكون محرحر على التونسي، وهاو نشوفوا مع بعضنا طريقه المرف العسل زيد هي هذيك في الماريناد، في الماريناد نتاعو تاع الدجاج هي مش باش يجي سكري سالي وحار اكثر منه. معناها بعديك خاطر باش ناخذوا مغرف عسل جوست باش بعديك يعاونك في الكولور نتاع نتاع الدجاج، يكون معناها يعطي كولور مزيان ويخلي اللحم اكثر طوندر. يلا شيف باش نبدا بالدجاج اللي هو بعديك باش نحضر معاه صوص طومات. الدجاجه باش ناخذها كامله معناها باش ناخذ البارتي نتاع الظهر ظهرها تاع ظهرها ولازم نسكينها باهي راهو سكينه ماليه ديما في رمضان. انا ديما عندي كيكا نص نهار وانا كي تبدا انا اخترت معناها دجاجه مش كبيره برشا، فهمت نتاع 800 غرام في السكيك جست باش نحل الدجاج باش نحيي السلسول هذايا فوالا. لهنا كي نشوفوا مع بعضنا الدجاجه بالطريقه هذيا كيما الدجاج المسحب على الطريقه معناها الخليجيه او الطريقه كيما هكايا. توا باش ناخذ بول وباش نحطها ولهنا باش نحضر المريضه نتاعها، بعديك باش ننظف منها معناها اذا كان لقيتك هكايا دم ولا حاجه باش ننظفها باش نحاها وباش نجبد بول باش نحط فيها المارينات. يلا ولا هذه لحظه الو شويه البابي ليلا هذا سي لو بابي ليلا ميغا ميغا عز حاجه الميغا 12 نغولو وي به اوكي عطيني دور المغرفه نبداو المارينات. المغرفه مش معبيه برشا عسل نحبو انا راهو كيبدا هكا شويه عسل شويه مختار دوك الفازيت هذوك وي الدجاج ينجح معاه برشا. المتاغد مغرفة متاع قهوة أما تكون معبية مليح. لهنا هيت عليك شيف للا هيت هذي باش نستحقها خاطر باش نقص معها فلفل برلعبيد اللي باش يعطينا كالتوزويزة متاع الحرحيرة اللي نحبوها الحرحيرة متاع اللي حشنا بها. باش ناخو 7-8 قرون فلفل كمام اي باش تكون باش تكون بيكونت خاطر الصوص من بعد هي معناها الفيح هذايا نتاع المارينات اللي باش نعملوا للدجاج باش يسيب الجو نتاعو في الصوص من بعد. دونك بور لاسون حطينا الدجاجه قصيناها من ظهرها حليناها مليح نحينا المعظمه اللي من الداخل وي وعندنا مغرفه عسل مغرفه قهوه خردل اي ومو 7 ولا 8 فلفل برلعبيد أشي لفحات نتاعنا أفضل نحط مغرفة بابريكا فلفل أحمر بالقداء تنجم تختاروا مسكي وتنجم تختاروا معناها خاطر حاطين فلفل برلعبيد تنجم تختاروا معناها الحلو إلا أوكي مغرفة صغيرة نتاع كركم رشة صغيرة فلفل أكحل مش برشا الفلفل المهروس باش نعمل رشه صغيره هكا خاطر ديجا عندنا الحق حاره برشا. لهنا مازال كان باش نحط مغرفه صغيره ثوم وملح لون ملح باش نحطو ديريكت في الدجاج على اللحم ديريكت توا باش نزيد رشه ملح داكور الدجاج على لي بارتي زوز
زيت نجمه tout de suite chef لهنا في ال لهنا لهنا حط حط بزيت حط بزيت واو مش محرحرة دار فيها الحكايه ريت العسل هذاك باش يطيح من الحرورية وباش يعطي بنه وباش يعطي لون مزيان هكا يعطي وزاد كيف كيف يعاون انه اللحم يكون طوندر معناها تاع الدجاج يكون طوب من غير ما نحطوا ياغورت من غير تنجم كي تنجم تحط مي مارينات واحده اخرى طول تنجم تنحي الموتارد تحط ياغورت ناتشور في بلاصه الموتارد وتو باش تمسك تو باش نعمل لها مساج تو ماذا بينا بيان سور العمليه هذه نعملوها من الصباح تنجم تعملها من الصباح تخليها تشرب مارينات في عقلها فوالا تو سورتو تحت البوم تاع تحت القشره معناها عندي بعنا نحاولوا تحت القشره نتاع لهنا انا ما نحيتش القشره ملاك علاش خاطر باش نستحق قرا وديما القشره فيها شويه قرا اللي تعاون باش اللحم يبقى طوندر سورتو معناها الكوتي نتاع الزدر نتاع الدجاج نعرفوه اللي هو يشيح معناها اذا كان ما تحطلوش ماتير قرا هذاك باش يبقى طوندر دونك توا هذي باش نخليوها ترتاح شويه في المارينات توا باش نخليها ترتاح في المارينات باش نحط الزيت باش نبدا نحضر الخضره نتاع الفريتو ميستو اوكي نخليك ملا تبدا تحضر الخضره نتاع الفريتو ميستو اونتر تون جي بحذاك مين للبسبوسه اللي باش نعملوها بالكريم داموند احكي لي البسبوسه تتكون من 50 غرام لوز مرحي 50 غرام لوز مرحي 65 غرام سميد ارطب ورده يا 30 غرام سكر احرش هاي 1 غرام سكر فاني تاع فانواز هاي 1 غرام ليفور شيميك تاع فانواز ليفور باتيسيير 33 غرام زبده ديليس ذايبه هاي 45 غرام حليب ديليس اونتي توت سويت و20 غرام ياغورت ناتوريل ديليس توت سويت شيف فوالا نحطوا اللوز نحطوا السكر اللوز سواء تحب لوز ابيض ولا لوز احمر هو اللوز الاحمر يبان اكثر فهمتني دونك اللوز 50 غرام السكر 30 غرام السكر 30 السميد الارطب 65 الفاني تشيشه فريمون 1 غرام 1 غرام 1 غرام 1 غرام شو يصير تراك نحط وقت خاطر ريسيت صغيرة هي في الأصل هي على معناها ريسيت هذه فوا 10 غرام معناها فاني جست باش نحط لك 65 سميد شيخ نحط لك هوب الفاني ليفي باتيسيير تخميرة غرام والزبدة ديليس الذايبة 33 غرام والحليب 45 غرام حليب لي انتيي نتاع ديليس بالطبيعه وهذه الباز نتاع كميه صغيره نتاع 4 من 5 نتاع صغيره نتاع نتاع مول كيما هكا هذه نتصور كي تقسم على 4 اللي يكملها يحاسبني يا بنينه وكاسحه وطايره على الاخر جربتها انا ورسيت من بكري نخدم بها حابين نبارطاجيها معكم دونك هذوما الكل خلط لي بودر الكل مع بعضه مازال عندنا لي بودر 33 غرام زبده مازالك سيء باهي نخلطوا هذوما لي بودر الكل مع بعضه باش نحطوا الليكيد تو اي شيح الكل مع بعضه اللي هو اللوز والسميد والسكر والفاني والخميره جوست هذه اكثر شويه هي باش نربح الوقت انا جوست باش ندهن المول من بعد وفيت نتاع 3 غرام زبده ديليس صب الباقي لهنا والياغورت ناتور من بعد بيان سور زاد كيف كيف ما ننساوش الحليب 45 اني معاك اني معاك ننسى انا كبرت وليت لا لا كان انت كبرت شاف فوالا ومازال لك ال 20 غرام نتاع الياغورت ناتور نجيب لك مغرفه سي بون امريكي
65 باش تعطيها تروى. اي الياغورت بطبيعته كيما الماريناد عندهم كيما العسل اللي يحكي عليه قبيلي العسل على اساس حتى نحن في الليروسات مثلا في الكوكيس ولا في اللي سابلي والحكايات ديما يعطيك العسل اللي يعطيك تراوة اكثر معناها بعد الكويسون. فوالا هذه هي الكونسيستانس اللي لازمنا نوصلوا لها. الفرن تاعك سخون في القداش شيف؟ الفرن تاعي في 170 تقعد حكايه 20 دقيقه هذه. اوكي شيف. ومش نحطوا أنا... معاها ديريكت الكريم داموند ولا باللول؟ مش نحطوها معاها باللول معناها جيست نصب هذه ومن بعد نخلط الكريم داموند. الكريم داموند هي تومبورتون من 50 غرام لوز 50 غرام سكر جلاس فانواز عظمه اللي هي ب 50 غرام وعندنا 50 غرام فارين ورد. دونك 50 غرام زبده ديليس 50 غرام سكر محاور تاع فانواز. اي 50 غرام زبده ديليس 50 غرام لوز 50 غرام سكر محاور وعظمه 50 غرام. فما شكون يستعمل الفرينه اذا كان يحب يردها كاسحه اكثر عاقله اكثر هكا بنينه هكا نخليوها خاطر ديجا محصوره في مول هي معناها. دونك نصبوا او اون بتيت روسيت هذه فريمون شيخ عليها الغوسيت تاع اليوم خاطرها سهله ومتاع رمضان ومتاع نهارين زاد ومتاع نهارين تاكل على نهارين تاكل على نهارين وكلي عرفتك اللي تاكل شويه ويزي فيه البركه يزي فيه البركه يسرع عجبتني. دونك هذه هذه الباز الاولانيه الباز الاولانيه تنجم تكون موجوده في السحور نو تنجم تكملها حتى في السحور نحطها تبرد شويه باش من بعد كي نعمل فوقها ما تدخلش فيها. دونك نذكركم في الكريم داموند شنو باش نعملوا تو سامبلومون عندنا 50 غرام سكر محاور عندنا 50 غرام لوز مرحي عندنا 50 غرام الزبده بيغ اكسترا فام تاع ديليس ان نوفو برودوي هايل ياسر وعندنا عظمه هذوما الكل اون فيت باش نخلطوهم مع بعضهم احنا باش نعملوهم بالباتور اليوم اما انتم في الدار تو سامبلومون تنجموا تخلطوهم بالفوي حتى لين يبدا عندكم اون تكستور اون كونسيستانس كريموز شويه سي سكون ابل الكريم داموند. دونك خليك شيف تكمل جوست الكريم داموند نتاعك واحنا اونتخو تون نرجعوا لبعضنا. مرحبا احكي لي توا قصيت الخضره قصيت دي لامين الجويده انا عندي موندولين موندولين صغيره معناها قصيدهم دي لامين الجويدين باش من بعديك وقت النقلام يكونوا كروكونت هاي ليس ما تشدش برشا وقت في الكويسون وتكون تتقرمش معناها. احنا اليوم عملنا دونك باش نوريكم كيفاش باش نعملوا معناها كي الخضره المقليه اونتخ كيمي تشوفوا كيفاش دون اون بتيت هكا باش نعملوا مش تمبورا مي كي تمبورا كيف تمبورا كيف تمبورا معناتها باتا بينين نجمو نقولوا باش نغطسوهم ونحطوهم. الحكايه هذه تصير بالخضره لازم جوست الخضره نتاعكم مقصوصه جيدة باش هكاك تيب ليه ليه خاطر مانيش باش نخليوها برشا تشربش برشا زيت وباش نعملوا معاها زاده شويه خفات نجموا تعملوها بالخضره بركه بالطبيعه حاجه بنينه ياسر طريقه اون بلوس باش واحد ياكل يوكل الخضره وياكل سي فغي كو المقلي احنا المقلي في رمضان احنا البريك المقلي والواحد معناها هنا انت تنجم تستغنى على على البريك تنجم تستغنى عن عندنا وخضره اون بلوس وخضره فوالا دونك الخضره نتاعنا حضرت توا شنو باش نعملوا شايف توا باش نفوح الخضره وباش نحضر الباتا فرير توت سويت داكور احكي لي خليني ناخذ الدول الاخرى اي باش ناخذ رشه ملح رشه فلفل اكحل الخضره رشه صغيره شوية زيت نجمة ثوم برفة صغيرة مش معناها جوست شوية بركة فهمت شاي شاتو شاي شاتو مش فوقو بها وكا هاو باهي توا باش نحضر الباتا فرير باش ناخو هيك من بعد عليك هذوما شاف كمسا هوب بزي شيف خليك تفسر لهم خليك تبدا معايا باش نسحق فوي للبات اللي باش نقلي بها الفريتو ميستو باش نسحق زيت للقليان بيان سور نبدا نسخن في الزيت اي حط زيت اسكت لا لا باش نسحق فرينه اي ورده باش نسحق نشاء فانواز فوالا
المقادير ولا ما فهميش المقادير. لا لا ثم مقادير عليه. هو في العادة تنجم تستعمل معناها انشاء علاش باش يخلي الروسيت معناها الخضرة تكون كريسبي أكثر. أي تقرمش أكثر. فوالا الفارينة سيكون باز في أي باتا فرير ولا في أي بات باش تقلي بها الخضرة. كما ظننا احنا السول معناها لي بريباراسيون في الكوجينة سيرتو في الجرياد وإلا أفرير ديما تستعمل فارينة. تستعمل انشاء وقت اللي تحب البات هذيك وقت فوالا وقت تبدا تفرك ساعات قرميشة تستعمل تزيد انشاء. باش نستعمل 120 غرام فرينة عليهم مغرفتين صغار نشاء. مغرفتين قهوة نشاء. معناها أنا تنجم إذا كانت تحب تستعمل تنجم تستعمل الدوب. ناخذ لك جوست هذا. أو شفت لك. باش تحسب 120 غرام. دقيقة عاد دقيقة بركة. أنا نعمل الدوب. لا احنا باش نعملوا دوبل. نعمل الدوبل. 240 معناتها. 240 غرام. وبعد قداش ماء؟ الماء جوست عينك ميزانك مش فعرفت حتى انا فما حاجه باش تقول لي عينك ميزان كامل. انا قعدت بيت كيفاش كوجينه ونزول ميزان. دونك 240 غرام فرينه ورده. فوالا. عليها باش نحطوا زوز مغارف في الملا. شنو لا كنت زوز مغارف نحطوا اربع مغارف. اربع مغارف. اربع مغارف نتاع انشي نتاع فانواز. والماء ده اللي لازم يحضر لك ماء. ماء وي. فوالا خليك شايف. دونك هوني لا نحط ولا ملح لا حتى شيء. لا نحط شوية ملح. وي. لازم شوية ملح. على الشخر. الله. هنا باش نبقى نتبع شوية بالماء. دونك تبعوها الحكاية بشوية بشوية. أنا بعد نخلط الفارينة ونشاء باش نزيد عظمة. عظمة لازم. هاي. فوالا شايف العظيمة نتاعك. سي الباتابخيغ نتاعنا حضرت. الزيت نتاعنا سخن. وي. دونك هذوما هو راهو مالك تنجم تحط حتى فرينه كهو ما غير معناها ما غير عظم ما غير عظم ما غير باتا ما غير ما تعمل بات معناها فهمتك تنجم معناها الليجوم تنجم تحطهم معناها هكا بعد لفوحتهم وعطيتهم شويه شويه زيت تنجم ترشهم بفرينه ونشاء وتحطهم من غير ماء وتقليهم ما غير بات ترى ورينا مالا كيفاش سخن الزيت سخن الزيت نتاعك سخن دونك نبدا بالكاروت هوب بسم الله هي الأولى. فوالا خليوها تغطس خليك مالا تكمل. اوكي. فيسع فيسع. اللي البسبوسة نتاعي بردت. يبست. الكريم داموند حضرت. الفور قداش سخون شاف؟ الفور قلنا على 150. 150. بين 150 و 170 حكاية 20 دقيقة في المول هذه بالنسبة لي. 20 دقيقة باش تقعد التحفونة تيب. هوب. 20 دقيقة في 150 درجة اونتروطون الخضرة نتاعنا الكل باش نعديوها في وسطك الباتا بيني هذيك كيف كيف باش نعملوا للكروفيت بعد الفاصل الصغير باش نشوفوا مصير الدجاجة اللي عملنا لها ديجا الماريناد نتاعها الحارة شنو باش نعملوا لها جوست لو شيف زيد شوية لوز فوق البسبوسة نتاعو قبل ما يدخلها للفور واحنا نتلاقاو بعد فاصل صغير مازلتوا معنا بالكوجينه دونك شو عملنا ما رتيتوا حتى شيء هيك البات هذيك عملنا منها اسفناري وعملنا منها القرع وعملنا منها الكروفيت جوست حطيناهم وقليناهم تسمع تسمع الكعبه اي انا كروكونت وليت فريمون والسر نتاعها هي القصه الجيده باش كمل حتى يحط وريقات وريقات الحبق الحبق وكان عندكم حتى قارص باش نستعمل نحط زيت شويه قارص كل شيء كل شيء يجي في وسط هالفريتو ميستو معناتها فريمون مقلي كما نقولوا احنا في تونس مقلي كل شيء مقلي حط كل شيء تقلي يوشوش حاجه بنينه برشا سيرتو في رمضان معناها تعرف ساعات المقلي ينجح تهرب عليك الفكره ف حتى الخضره معناها نتاع الفريجدير تنجم
هنا تنجم تعاونك باش تنظف فريجيديرك الخضرة اللي ما تستحقهاش. نعاود نحل عليه هذايا خاطر سخون برشا قبيليكا. حتى من القارص باش تعديه فريتو ميستو؟ باش تحط معاه ترونشات نتاع قارص اهي. باش نقص هكايا بشويه بركه. كيك رونديل صغار. دي رونديل نتاع القارص. واو ريحه بنينه نتاع الحبقه. وي. باش نزيد شويه نحط شويه فارينه. ايه على القارص ايه. هنا ما حطيتش ملح ما حطيتش ملح معناها للقارص خاطر باش ما يخرجش الماء نتاعو. الفرينه باش تمكن لنا باش نشربوا شويه الماء نتاع القارص هذاك. سيسا شيف؟ وي. من بعد نحطوها في ال... ليه عاد شيف؟ اي نسيت هالتقطيسه اللي هنا ما يسالش. اوكي. ما يسالش ما يسالش السيام عمل فيك هاني معاك نتبع عين. الفات نذكركم كيفاش عملناها. حطينا 240 غرام فرينه نتاع ورده عليها 4 مغارف نتاع نشيفا نواز. من بعد بشويه بشويه حليناها بالماء حتى ولات عندنا تكستور تكون انا كما كي تعملوا الكريبه كيكه تبدا ميها مليح. ومن بعد حطينا عظمه تو سامبلومون عظيمه خلطنا كل شيء. حسينا الخضره نتاعنا جيده بالقدا. عندكم شويه كروفيت عندكم شويه سوبيا اللي عندكم في الدار. الحبق زيدا كيف كيف البصل بالطبيعه زيدا ينجم ينجح. وبعد نغطسوهم ديريكتومون نحطوهم يتقليو الكل مع بعضهم. هوب هذوكم سي بون. هذوكم سي بون. جو عليهم ريقات الحبق خاطر باش تتشق لابخيشور تاع والمطعم البنين نتاع الحبق. وكل كوتي مقلي هذيك باش تعطي حاجه تخي انتريسون. والكروستيون نتاع نتاع القارص نتاع القارص حاجه ياسر طياره. شيف انا هاني نتلاها بيك شوف ليك الدجاجه توا دجاج باش نعاود نشعل النار باش نبدا هذيك تو سويت. شيف شعلك خليها تسخن بالباهي. اي ديجا الدجاج خذا وقته في الفاح. انا لهنا باش نخلي جوست البلاك الفور. الفور حطيته تمبيراتور معناها نتاع 230 درجه. بعديك دوب نحط الدجاج نطيح في التمبيراتور نتاع الفور ونخليه يطيب ياخذ وقته في الطياب. تو جوست باش نعمل ماركاج لل ماركاج معناتها جوست باش اللون نتاعو. فوالا هكا الدورير نتاع باش 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 يتبدل الكولور نتاعو ويولي دوري. شويه اذا كان سخن شويه ماذا بيا كان فما شويه زبده. ايه توت سويت. هوب تفضل شايف الزبده نتاع ديليس اكسترا فان هي برشا البرودوي هذايا. فوالا شويه زيت. شويه زيت. كنت تحب شايف نحط لك على النار هذايا اقوى نار كنت تحب انت. هذايا سي بون كملت به توا. اي نعدي لك هذايا هوني. فوالا اي. فوالا. سي بون هذايا توا باش يبقى جوست. هذايا بعد نقاولوا جوست الدغيساج نتاعو. هنا الطنجره اللي باش نحطوا فيها الدجاج باش يعمل الكولوراسيون هو بيدو اللي باش نديمارو فيه الصوص بتاعنا اللي هي باش تكون موجوده مع الدجاج من بعد. يلا شيف. اوكي. شوف هنا الزبدة سخنت. اي. مي ما زيت ما تحرقتش. لازمش تتحرق. فوالا. هوب. بسم الله.
يا ساقة شيف تلوج على ساقها تلوج على ساقها مش تلوج طلع هكا هلا نار قوية من مانيش نبدلها مانيش نقلبها حتى ما تعمل الكولوراسيون وتاخذ وقتها تعمل لك الكروت هذيك تسيب لي الشكل نتاعها في الزيت اللي حطيتها والزبده نبداو الترتيب نتاعها فوق نار قويه قويه من بعد جيماجين حضرت شاف حاجه باش تدخل فيها للفور حضرت هذه باش تدخل فيها في الفور مي قبل هذا باش نديماري صوص في نفس البان معناها باش نخرجها ونفس الطاجره نديماري فيها الصوص باه باه دونك اونتخو طون لو طون اللي هذيك جوست تحمر خاطر فريمون مهم باش تحمر مليح البسبوسه اللي معاها الكريم داموند نجمو نقولو كريم داموند طابت ديجا بالنسبه لي انا لي زاستيس اللي نجم نعطيهم لهنا نتاع ستوك نتاع كل يوم باش نقعد نحضر بسبوسه شنو لازمني نعمل انا كمرا باش نخلط ريسيت ولا كراجل باش نخلط ريسيت نحب نعمل مثلا فما ليمون ولا ليمنيوم اللي خدمت منهم تو فما الصغار هذوك تعمل ريسيت كبيره طيبها اون فوا بور توت منك تربح كويسون وكل شيء فهمتني تحط في الكونجيلاسيون الشهور بالنسبه للشهور زاده ننصح كونه يبدا طايب قبل بنهار ولا نهارين فهمتني وقت اللي تخرج جوست تسخن الشهور بالكدا وهذه تبدا معناها عاديه معناها ارتاحت شويه من الكونجيلاتور فهمتني سخن الشهور مليح ديجا هذا مش نزيد نسخن وانا باش كي نصب يهبط وتشرب دونك هكيك تقرا دونك نطيبوها ديريكت معناها ما نقعدوش اللي ما نطيبوهاش باغ اكزومبل انا في بالي باش نقول لي خليها نيه ولا لا تطيبوها اذا كان تحب تخليها نيه خليها نيه اما انا نحكي حتى باش تربح كويسون معناها وي عندك تربح حق دونك تطيب الكل مع بعضه تخرج تخليها تبرد ترتاح سلفان كل وحده وحده تحط في الكونجيلاتور شحورك ديجا طايب انا نطيب حتى نتاع خمسه سته ايام شحور فهمتني السوفي حاجتي باش مش نشحرها مليح نسخن الشحور مليح ونسخن تخي بيان شيف خليك ماله تسخن الشحور دونك الغوسيت نتاع البسبوسه اليوم عملناها افيك اون كريم داموند الشيف يقول لكم تنجموا تعملوا كميات كبار ومن بعد اون فوا يبردوا تو سامبلومون تحطوهم في البابيي فيلم وتحطوهم في الكونجيلاتور ومن بعد ما عليكم كل نهار كان تخرجوا تخليوها كومبليتمون ال سو ديكونجيل معناها مش هي بارده تخليوها البرا سويتين ثلاثه وتصبوا عليها الشحور اللي هو لازم يكون سخون تبعوا الشحور نتاعنا بشوي بشوي ساكينه مغرفه مغرفه ملك وي شيف انا اللي خرجت الدجاج شوف الكولور نتاعو كيفاش هذا باش نحطوه في الفور هذا باش نحطوه في الفور مي هنا حطيت بصل اي باش نزيد نحط سنه ثوم ميكرازي اني جيتك شيف اني جيتك جوست نكمل مع امين البسبوسه شحرها مليح منها تعاود تدفى مليح هي بك الشحور هي ديجا الليتاب اللي عملناها اليوم هي سخونه تو ديجا فهمني والشحور سخون اما انا نعطي فيك مثلا فما ناس تقول كل يوم باش نقعد انا نعمل بسبوسه ولا كذا فهمتني يولي اعطيت استيس واحده اخرى نجم شايف والله دي مارا للتناني لا ريبة خفيفة على لي كولور في العادة هذا بالنسبة لي أنا ما يغيبش على حتى ديسير نتاع رمضان نتاع رمضان يعطي كولور و... شوش ورد اي فوالا سي بخي يعطيك الصحة شايف برافو اونتخو طون نرجع بحذاك خاطرك أنت ما استنيتنيش بالكل اش حطينا؟ اش حطيت لها؟ حطيت بصل اي وحطيت سنة ثوم وريقة حبق وريقة الحبق نشم في الريح كعبة طماط سوريز كعبة طماطم اي سنة ثوم ميكرازي هاي وباش ناخذ طماطم سيكار بولي اونتي قصيت على النار راك هاي اوكي فوالا شوف هنا نصب الماء نتاعها هذاك غادي وناخذ اللي كان معناها لي طماط اونتي هذوكم جست باش نصفيهم شويه هاي تبع فيك باش نحطهم فوق البلونش هذوما ديريكت باش يمشيو مع الصوص انا جوست طلع عندي لهنا الصوص هذايا وربي شويه ماء مليك تو سويت ها
يبارك فوالا. باش نحط لها رشة في الأكحل، رشة صغيرة ملح. وكل خليط هذاك شاف هذاك مش نخلطو معاه، جوست تاخو تغلي شوية وتاخو غلوة وبعد كده نزيدو. اوكي. أنا باش نزيد هذه لهنا. هات عليك شيف، هات عليك، هاتوا نعمل لك شوية معون. اليوم باش نستعمل الليلة اللي بالقوارص. ذكركم اللي مع الليلة شهر رمضان الكل عندكم دي بروموسيون على عجبال وعلى لي برودوي ليلا بصفة عامة. فوالا شيف، اي احكي لي. توا الصوص عجبتني، الصوص هذا يا شيف عجبتني، عجبتني ديجا من منظرها ظاهرة حاجة روعة. فوالا باش نحطها في البانل، باش نحطها بعدها للفور. اي خليني نجبد الدجاجة. فوالا خذها مليح فوق الخضرة هذيك. اكسلون شيف. توا باش نقص الطماطم على اثنين. فور قد باش تقعد؟ باش تقعد لحد ما تطيب الدجاجه. انت قوه الفور نتاعك انا باش نحطها على 180 درجه لمده ساعه. سويعه. فوالا. قلت تحمر بالقد ايه بالقد ايه؟ انت والتايم تاع الدجاجه وقد ايه؟ انت والتايم تاع الدجاجه على قد ما تحط تخليها في الفور وعلى قد ما معناها الكروت البرانيه معناها القشره البرانيه تاع الدجاجه تكون كريسبي معناها تكون كروستيونت على قد ما الدجاج يبن خير معناها. اوكي شيف، نذكركم بالمنيو نتاعنا نتاع اليوم، عملنا فريتو ميستو بالخضره بالقارص وبالبازيليك وبالحبق وبالكروفيت، حاجه بنينه ياسر. عملنا البسبوسه بالكريم داموند مع شيف امين، وقاعدين نكملوا في الدجاجه نتاعنا اللي فوحناها حاره. لو نجم نقول لكم اللي هي محرحره او ميم طون فيها شويه عسل. مانيفيك. طيب باش نحطها في الفور. ديريكسيون الفور، احنا نتلاقاو بعد ما تطيب الدجاجه. مازلتوا معنا في الكوجينة. المنيو نتاع اليوم يعمل 66 كيف. عملنا الفريتو ميستو. شنو هو الفريتو ميستو؟ تو سامبلومون خضرة فخوي دماغ اللي عندكم في الدار، تقشروه جيد. حضرنا البات ابينيه وبعد قليناه، حاجة بنينة بنينة بنينة، ومعها عملنا دجاجة الديابولو هكا بولو ديابولو فوالا. من الاخر محرحرة معناتها تو سامبلومون، فيها هكا شوية عسل، ها شوية متعب، حاجة بنينة ياسر وسهلة. شيف امين، البسبوسة اللي عملناها افيك اون كريم داموند اون بلوس، جيب اون كريم داموند ورانا كيفاش نجمو نحضروها مرة برك اون فيت بور توت لا سمان، والا وكل مرة نخرجوا شوية من الكونجيلاتور نصبوا عليها، نخليوها بيان سور ديكونجيل، نصبوا عليها شوية شحور سخون. انا اخترت لك الترتار باش يمشي مع الفريتو ميستو. حاجه بون تحب تحط في البول، تحب تخليها خليها غاديك، خليها هنا تخي بيان.